استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بمدينة جنيف السويسرية وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله جابر الصباح الذي يرأس وفد الكويت لمشاركته في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2023 للميلاد. وجرى خلال اللقاء التشاور بشأن مختلف الأوضاع والتطورات على الساحة الوطنية في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والخدمية وغيرها، وكذا التطلعات المنعقدة على مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية اليمن، إضافة إلى الدعم الكويتي الثابت والمستمر لليمن بمختلف الظروف والأحوال في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين. وتدارس اللقاء الجهود الإقليمية والأممية والدولية لإحلال السلام باليمن، والتي تصطدم بالتعنت المستمر من ميليشيا الحوثي الإرهابية والجهود التي تبذلها الحكومة للتعامل مع التحديات الراهنة وتخفيف معاناة اليمنيين والدعم المطلوب لإسنادها في الجوانب الخدمية والاقتصادية والتنموية والإغاثية. فيما ثمن رئيس الوزراء المواقف الأخوية والدور التنموي والإنساني المشهود للاشتقاق بدولة الكويت باليمن والمستمر منذ عقود، منوها بالنموذج المتميز للدعم الكويتي والذي يلامس الاحتياجات التنموية والإنسانية بشكل مباشر وفعال، واعتزاز الشعب اليمني بالمواقف الكويتية ودعمها. هذا وبدوره أكد وزير الخارجية الكويتي وقوف الكويت قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب اليمن، وإنها لن تتأخر عن أي دور لمساعدة الشعب اليمني وضمان أمنه واستقراره وازدهاره، مشيرا إلى حرص بلاده على المشاركة بوفد رفيع بمؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية اليمن لرسالة دعم وتضامن للشعب اليمني في هذه الظروف.